السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو ده اول مسابقة في رمضان، اول جمعة جايبالكم فيها هدايا بسيطة، 4 هدايا تروح لبنت واحدة. فالهدايا هتكون عبارة عن زيت جوز الهند الطبيعي اللي بتستخدميه لكذا حاجة، لشعرك ولوشك والكاميكا وريموفر، وكمان بينفع في الطبخ، ممتاز جدا زيت جوز الهند ده، وممتاز لاستخدامات كتير وبيناسب جميع انواع البشرة بترطيب ما بيضرش. ومن مشهور جدا الكوكونات اويل ده من امريكا، فحبيت ان انا اجيبه لكم. تاني هدية هي فرشة سنان بالكهرباء، كانت جاية لي فاكرين في البوكس اللي جالي من موقع صيني، فالفرشة دي تاني هدية. تالت هدية شغل اللي هي السكراب للصنفرة لكعب الرجلين. واخر هدية شنطة ميك اب اللي تنفع معاكي في السفر وتنفع تتعلق في الحمام وفي اي مكان. شروط المسابقة، هتكتبي تعليق في الفيديو في اليوتيوب دعاء عشان تاخدي بيه ثواب، وفي نفس الوقت اللي تقراه تاخد ثواب. فهي دي شروط المسابقة، ان انت تكتبي دعاء وانا هنقي عشوائي البنت اللي كتبت دعاء معين كده، وهيبقى هي دي اسم الفايزة، وهعلن عن اسم الفايزة يوم الجمعة الجاية ان شاء الله. وبالتوفيق وكل سنة وانتم طيبين.